مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة ومفصلة تأتيكم من اكسترا نيوز. بداية هذه النشرة مع مروج إبراهيم، إليك مروج. شكرا جزيلا نكدينا ومشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ظاهرة الإرهاب أصبحت تمثل تحديا للعالم بأسره، وخلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الروماني مارشيل تشولاكو وذلك بمقر البرلمان في بوخارست، شدد الرئيس السيسي على ضرورة أن تشمل الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية دون تمييز. من جانبه أشاد تشولاكو بالدور المقدر والفاعل لمصر في منطقة الشرق الأوسط، مشيدا في هذا الصدد بجهودها في مكافحة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب. كما أعرب رئيس السيسي عن التقدير لمتانة وقوة علاقات الصداقة بين مصر ورومانيا الممتدة على مدى أكثر من 100 عام، وخلال لقائه مع رئيس مجلس الشيوخ الروماني بمقر البرلمان في بوخارست، أكد الرئيس السيسي الاهتمام الذي تليه مصر لتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين للمساهمة في تعظيم التواصل وإثراء البعد الشعبي في العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين. من جانبه أوضح رئيس مجلس الشيوخ الروماني حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلعه لتنمية التعاون الثنائي مع رومانيا في مختلف المجالات والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء القضايا والملفات الإقليمية والدولية المختلفة على رأسها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أركان القوات المسلحة الرومانية بمقر إقامته ببوخارست، والذي أشاد بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات والنجاحات التي تتحقق على صعيد مكافحة الإرهاب من خلال العملية الشاملة سيناء 2018. كما أعرب عن إعجابه بما تشهده مصر من إصلاح اقتصادي وما يجري تنفيذه من مشروعات قومية بهدف تحقيق التنمية الشاملة. وقد شهدت العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا تطورا كبيرا وتوافقا في الرؤى حول القضايا والملفات الإقليمية. نتابع المزيد عن هذه العلاقات في العرض التالي. أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن بالغ استنكاره للتصريحات المتكررة غير المسؤولة للرئيس التركي حول مصر والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، مؤكدا استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات وإن كانت جوفاء ولا تقيم أو لا تقيم لها وزنا. وشدد شكري على أن أردوغان يريد التغطية على تجاوزاته الداخلية والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي والعمل حصرا نحو اختلاق المشاكل، وأن مثل هذا الكلام المرسل الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي واحتضان ونشر الفكر المتطرف الذي صاغته جماعة الإخوان الإرهابية واعتنقه تنظيم القاعدة داعش وغيرهما من المنظمات الإرهابية التي أزهقت أرواح الأبرياء.
رفضت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تصريحات رجب طيب أردوغان المعادية لمصر، واعتبرتها تدخلا سافرا وغير مقبول في الشأن الداخلي المصري. قالت التنسيقية في بيان لها إن تصريحات أردوغان محاولة لتضليل الشعب التركي مع قرب الانتخابات في اسطنبول، وغير مستغربة من نظام اعتاد دعم العنف والإرهاب. وشددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن الشعب المصري الذي ثار على حكم الجماعة الإرهابية يرفض محاولات الوصاية من قوى الإرهاب ومن يمولونه والذين يروجون لأكاذيبه. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الشائعات جرى تداولها خلال الفترة الماضية على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة. المزيد في العرض التالي. نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأفريقي بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة، نظمت المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتم خلال المؤتمر تأكيد ضرورة إنهاء هذه الممارسات الضارة وإدراج تلك القضية على تشريعات الدول، وضرورة مساندة الحكومات لكل المبادرات الهادفة للقضاء على تلك الظاهرة.
أعربت فومزيليم لامبو المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن فخرها بأن يكون المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث بدعم من القيادة المصرية، مشيرة إلى أهمية مشاركة الشباب والحكومات المختلفة والمهنيين وعلماء الدين. وأكدت أم لامبو أهمية الالتزام بالتوصيات حتى يتم تحقيق تقدم ملحوظ في القضاء على ختان الإناث والزواج المبكر قبل عام 2030، ليس فقط في جميع أنحاء القارة ولكن أيضا بالعالم كله. أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة كانت وستظل هي صمام أمن وأمان هذا الوطن وشعبه العظيم، وهي درعه القوي وحصنه المتين الذي حمى الوطن وصان تاريخه ومقدساته. جاء ذلك خلال حضوره احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا. نتابع المزيد في هذا التقرير. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والتي تضم عددا من الدارسين المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة. بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي أعدته إدارة الشؤون المعنوية، تضمن أبرز الأنشطة التدريبية والعلمية والبحثية التي نفذتها الأكاديمية خلال العام الجاري، وتطور دورها في إعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحة والمدنيين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومي. وعقب إعلان نتيجة التخرج، قام مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بإعلان قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين، وقام القائد العام بتقليد أوائل الخريجين من الضباط المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين من المدنيين تقديرا لتفوقهم خلال دراستهم بالأكاديمية. وألقى أحد الدارسين المصريين كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية لما قدموه من علوم ومعارف وخبرات تعينهم على أداء المهام المكلفين بها لخدمة الوطن وصون مقدساته. وألقى عدد من الدارسين الوافدين كلمات عبروا خلالها عن فخرهم واعتزازهم بانضمامهم لهذا الصرح العلمي العسكري الشامخ الذي يحظى بمكانة رائدة إقليميا ودوليا. ثم قام عدد من الدارسين المصريين والوافدين بإهداء درع الخريجين للقائد العام، والذي يضم شعار الأكاديمية وأسماء وأعلام الدول المشاركة في الدورات. وأكد مدير الأكاديمية خلال كلمته على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير وتكامل المنظومة التعليمية داخل الأكاديمية، وتكثيف نقل وتبادل الخبرات، والارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للدارسين بمشاركة نخبة من قدام القادة وأعضاء هيئة التدريس. وفي نهاية الاحتفال ألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل فيها تحية وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين من القوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة، وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد في خدمة أوطانهم بعطائهم وتضحياتهم وسعيهم الدائم إلى العلم والمعرفة وبناء الذات. وأشار القائد العام إلى أن الأكاديمية قد واكبت طوال تاريخها كل تطور وتحديث في منظومات الدفاع والقتال لتحديث الفكر العسكري وتثقيف الدارسين بها. وأكد القائد العام أن القوات المسلحة كانت وستظل وستبقى بإذن الله هي صمام أمن وأمان هذا الوطن وشعبه العظيم. حضر مراسم الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من الوزراء والمحافظين والسفراء والملحقين العسكريين وعدد من قادة القوات المسلحة وقدام مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا. وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمناسبة إقامة فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية ومباراة مصر وزيمبابوي غدا باستاد القاهرة. وأعلنت الداخلية أنه تم تزويد المدرجات بكاميرات مراقبة لرصد كل مظاهر الشغب، مشيرة إلى أن الشركة المنظمة لدخول المباريات والشركات الأمنية التابعة لها وضعت مجموعة من المعايير العالمية للتحقيق
كافة عناصر الأمن والأمان، فيما من بينها لأول مرة الاستعداد بأجهزة الكشف عن بطاقة فان آي دي المشجع ومطابقتها مع التذكرة، والاستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية، وتأمين الاستادات وجميع مباريات البطولة باستخدام طائرات الدرونز، كما سيمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الاستاد وتحركاته. نشر مجلس الوزراء تقريرا مصورا عن أهم أرقام منتخب مصر في بطولة إفريقيا، وكذلك أهم البطولات العالمية التي ستستضيفها مصر في الفترة من 2019 وحتى 2021. أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد الدور الكبير الذي لعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إقامة بطولة أمم أفريقيا، بعدما نجح في الالتزام بوعوده بتنظيم البطولة خلال 5 أشهر فقط. وخلال مؤتمر صحفي شكر رئيس الكاف الرئيس السيسي، معتبرا أن بطولة الكان 2019 هي بطولة استثنائية وأن تنظيمها كان قرارا حاسما رغم وجود العديد من التحديات. أعلنت شركة تذكرتي أن الإقبال الكبير من الجماهير المصرية على حجز تذاكر المباريات أتى بنتائج فاقت جميع التوقعات، إذ نفذت بالفعل كل التذاكر الخاصة بالمباريات الثلاثة الأولى المقامة في الدور التمهيدي لبطولة أمم إفريقيا. وقدمت الشركة في بيان لها الشكر والتقدير للجماهير المصرية التي أقبلت بأعداد كبيرة على حجز التذاكر الخاصة بمباريات البطولة، وأوضحت أن طرح التذاكر الخاصة بالأدوار التالية من البطولة سيبدأ من اليوم الخميس، وتعهدت شركة تذكرتي ببذل أقصى جهد لتذليل الصعوبات أمام جميع المشجعين لتسهيل عملية حجز التذاكر والحصول على بطاقة المشجع أو الفان آي دي من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك وفق نظام يراعي الشفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على التذاكر من خلال القاعدة المتعارف عليها عالميا وهي أسبقية الحجز. يشهد محيط الملاعب التي تستضيف بطولة أمم أفريقيا استعدادات أمنية مكثفة لتأمين الجماهير. المزيد في التقرير التالي. أهم اللاعب
ازاي نقدم نفسنا للناس. اهم من اللعب عندي وعند كل المصريين نقدم نفسنا لمصر وللناس في العالم اللي هتتفرج علينا ازاي. هدفنا تسهيل الإجراءات لضيوف كأس الأمم الأفريقية. On vous souhaite un bon séjour et bonne chance. وعيك والتزامك سر نجاح البطولة. دورك في نجاح البطولة ما يقلش عن دور أي حد فينا. التاريخ مكتوب هنا، آثار بتجسد حضارة ساحرة. شجع وافرح بكل ثقة. أعلنت شركة تذكرتي والشركات الأمنية التابعة لها الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين والإشراف الكامل على جميع الاستادات الستة المخصصة لمباريات البطولة في كل الأدوار، وأشارت في بيان لها إلى توفير أجهزة للكشف عن بطاقات المشجع ومطابقتها مع التذكرة وتوفير بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن والمحظورات وغيرها من المواد الخطرة. وأضافت شركة تذكرتي أن جميع مباريات البطولة سيتم تأمينها باستخدام طائرات الدرونز، كما أكدت اتخاذ إجراءات تأمين استثنائية يجرى تنفيذها بكل دقة من خلال عناصر محترفة ومدربة. Thank you.
بأن نانسي بيلوزي وبأن السيناتورات سيوافقون على هذا سيكون جيدا للمزارعين وللمصنعين للجميع وحتى للنقابات. لدينا طبعا دعم نقابي كبير، وطبعا إنه العمل يتعلق بشراكة ثلاثية، وهي ثلاث دول كانت تتنافس مع الاتحاد الأوروبي وتتنافس مع الصين. هذا يعطينا ربما منصة أكبر. إنه رائع بالنسبة للبلدان الثلاثة، وآمل بأننا سنفعل سياسيا ما ينبغي فعله. طبعا لكن هناك انتخابات قادمة، ولكن أعتقد بأن نانسي بيلوزي ستقوم بشيء الصواب. سنرى، سنفعل ما علينا فعله. هناك طبعا بعض المنتجات التي نتحدث عنها، نحن راضون عن رفع الضرائب على الألومنيوم والصلب. طبعا إذا هذه الشحنات، كما قلت، وجاستن هنا موجود معي وسنعتني بالأمر، وإذا لم يفعل ذلك سنتحدث، ولكن أعتقد بأن الأمر اعتنينا به. من المهم بالنسبة للدولتين والدول الثلاث والمزارعين بالنسبة لنا وكندا، والمزارعون سعداء جدا، والمصنعون أيضا، والمكسيك سعيدة جدا. وطبعا كما قلت، هذا سيكون شيئا مميزا جدا. إنه كما قلت أكبر اتفاق تجاري، وهذا يعني الكثير من الوظائف والغنى لبلداننا، ونحن نتنافس ضد العالم، نحن نتنافس ضد بعضنا البعض. هذا يجعلنا في موقف لا نتنافس فيه، يتنافس بعضنا مع البعض، وهذا ما نفعله. نحن نتنافس مع قطاعات كبيرة من العالم، من ضمنهم آسيا وأيضا مناطق أخرى، ولكن أعتقد هذا سيكون شيئا مميزا وأكبر اتفاق. نعم، إن هذا سؤال مثير للاهتمام. لقد لعبوا مباراة كرة سلة رائعة وكانوا رائعين. تهانية لفريق رابتورز، إنه فريق رائع. نحن سنفكر في ربما فرق أخرى تلتحق بنا، والميدالية التي قدمتها، سأقدم الميدالية الرئاسية للحرية لرجا بينسكي، والذي هو إنسان رائع، فاز بسباقات الإنديانابوليس وفاز بديتونا وفاز إنديانابوليس وفاز، ربما حقق الرقم القياسي وليس هناك أي أحد يقاربه. ولكن روجر بينسكي سيحصل على ميدالية الحرية، وهو سعيد جدا بأن يتلقاها. وطبعا أنا أعلن هذا الآن، ولكن كما قلت إنه يستأهل ذلك. إنه شخص رائع، رجل رائع. وحينما تفكر في كل الدول التي فازت بإنديانابوليس وديتونا وحتى كندا، فإنها تنفق الكثير من الأموال. وحينما يفوز رجل بإنديانابوليس 18 مرة وفاز بديتونا، فاز بأشياء أخرى كثيرة، فهذا رجل ناجح جدا. تحدثنا عن السيارات الكهربائية، طبعا لا أحد يعرف أكثر منه من جابينسكي. إذن جابينسكي سيحصل على رئاسة أو ميدالية الرئاسة الحرية. نعم، حينما جئت إلى هنا كانت إيران في العشرات من النزاعات، وكانوا عدوانيين حينما وقعوا على اتفاق، وكانوا يقولون الموت لأمريكا. أعتقد بأن إيران ارتكبت خطأ، وأنا أتخيل بأن ربما جنرال أخطأ في إسقاط تلك الدرون، وللأسف ذلك الدرون كان غير مسلح، لم يكن هناك أي شخص فيه، كانت في المياه الدولية بكل وضوح، ولكن لم يكن هناك أي شخص على متن الدرون. طبعا كان ذلك يحدث فارقا كبيرا. نعم، كان يحدث فارقا كبيرا، ولكن أنا أشعر، وربما أنا مخطئ وربما مصيب،
أنا أشعر بأنه كان خطأ من قبل شخص لم ينبغي أن يفعل ما فعله. هم ارتكبوا خطأ، وأنا أتحدث عن البلد، ولكن هناك شخص تحت قيادة ذلك البلد ارتكب خطأ جسيما. دعونا نرى، كل شيء سيظهر. لا أعرف، أعتقد بأنه من الصعب أن لا يقولوا بأن هذا لم يكن هجوما مباشرا، ولكن أقول بأن هذا الشخص غبي الذي قام بهذا الفعل. وطبعا ستفهمون ما سيحدث، ولكن كان تحركا غبيا، أقول لكم ذلك. لا، في العديد من الحالات كان العكس، ولكن أقول وقلت أريد أن أخرج من هذه الحروب. أنا قدت حملاتي الانتخابية، قلت سأخرج من أفغانستان، وطبعا قلصنا قواتنا في أفغانستان وقضينا على ما يسمى الخلافة حيث كان 99%، وأنا قلت سننسحب، وطبعا الجميع جنوا، قلت نعم فلنقضي على داعش، وقضينا عليها، وطبعا نحن نسحب قواتنا من سوريا. ولكن هذا الشيء أو هذه طبعا شيء جديد بإسقاط الدرون الأمريكية، وهذه أنا أقول لكم شكرا جزيلا. أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة التزام المواقع الإلكترونية بالحقوق الحصرية للقنوات التي تمتلك الحق الحصري في تغطية وبث مباريات كأس الأمم الإفريقية وتدريبات الفرق وأماكن إقامة اللاعبين وتجمعات المشجعين. وشدد المجلس في بيان له على أنه سيتخذ إجراءات قانونية حازمة وحاسمة تجاه أي موقع يخرق المعايير، تبدأ من فرض الغرامات وتصل إلى الحجب. ونشد الأعلى لتنظيم الإعلام جميع النقاد والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية ضرورة الالتزام بتوفير المناخ اللازم لإنجاح هذا الحدث الرياضي. دعت دار الإفتاء جموع المصريين إلى ضرورة الالتفاف حول أهداف الوطن وطموحاته، وناشدت دار الإفتاء الجماهير المصرية بأن يلتفوا حول منتخبهم الوطني بطريقة أخلاقية حضارية تليق بسمعة مصر وحضارة شعبها مهما كانت النتائج، مشيرة إلى أن الرياضة هي فرصة لتقوية أواصر المحبة والتعاون بين الشعوب. تحظى بطولة الأمم الإفريقية التي تنطلق بمصر خلال ساعات بمشاركة عدد كبير من الشباب سواء في التنظيم أو الإدارة أو الاحتفالات، مما يعكس رؤية مصر للاهتمام بالشباب في مختلف المجالات. نتابع المزيد في العرض التالي. أخيراً أصبحت عملية مشاهدة المباريات من الملاعب وحجز التذاكر سهلة على المشجعين بعد نظام الحجز الإلكتروني الذي بدأ العمل به لتسهيل المهمة على الجماهير الراغبة في حضور مباريات بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019. بخطوات سهلة وبسيطة تستطيع التعرف على كيفية دخول أي ملعب لحضور مباريات كأس الأمم الإفريقية بعد حجز تذاكر المباريات إلكترونياً وتسجيل بيانات المشجع عبر موقع تذكرتي. بعد الذهاب إلى الاستاد كل ما عليك هو إظهار تذكرتك مع بطاقة هوية المشجع الخاصة بك فان آي دي إلى مسؤول الأمن المتواجد أمام بوابة الدخول، والذي بدوره يقوم بالاطلاع عليها والمطابقة بين التذكرة وبطاقة المشجع، حيث من غير المسموح أن تدخل بتذكرة مسجلة باسم مشجع آخر. كما يتم التحقق من الاسم والصورة ببطاقة فان آي دي ومطابقتها للشخص الحامل لها.
بعدها قم بتمرير التذكرة عبر البوابة الإلكترونية ليتم فتحها تلقائياً، وذلك من خلال شاشة إلكترونية صغيرة. بعد المرور من البوابة الإلكترونية تجد في استقبالك مسؤول الأمن أو مسؤولة الأمن بحسب نوع المشجع، وذلك للقيام بالتفتيش عبر جهاز كشف المعادن والمواد المتفجرة. وبمجرد انتهاء تلك الإجراءات البسيطة تجد نفسك في طريقك إلى مكانك المحدد في المدرجات بسهولة ويسر. الجماهير سعيدة الحظ الحاضرة للمباريات ستكون على موعد مع مشاهدة أجمل البطولات، حيث من المنتظر أن تشهد بطولة 2019 أكبر عدد من الحضور الجماهيري عبر تاريخ البطولات الإفريقية في ظل النظام المستحدث لحضور المشجعين. وكالعادة ستقدم الجماهير المصرية لوحة فنية رائعة منذ مباراة الافتتاح وحتى المباراة النهائية. مشاهدة ممتعة وحظا موفق لمنتخبنا الوطني في البطولة الإفريقية. نتمنى كل التوفيق للمنتخبات المشاركة وللمنتخب المصري. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أخبارنا للساعة، ولكن دوما يمكنكم متابعة المزيد عبر موقعنا الإلكتروني extranews.tv. شكرا لكم وإلى اللقاء.